يما 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 بعد امك يما 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 كلي بعد بيتي يما يا حافظ يما يا حافظ يما مقلب ولي ما يا حافظ يما مقلب ولي ما يا حافظ يما صارت جريمة يا معدل يما صارت جريمة يا معدل يما جيبت ضيفك يا حافظ رايد تعزمة تجريب ودجاج طبخيتك تسمى جيبت ضيفك يا حافظ رايد تعزمة تجريب ودجاج طبخيتك تسمى ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا وخلي الحراس تشينا وخلي الحراس تشينا قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد ما مقلب هذا يا بعد ما مقلب ولي ما يا حافظ يمه مقلب ولي ما يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها ومن طاقة تفر الهبة صارت لمصيبة ومن طاقة تفر الهبة ضيف صارت لمصيبة الكينا انحط بريبة الكينا انحط بريبة قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد ما مقلب هذا يا بعد ما يما جربي جاي 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 قلبي جتي ست سمار؟ اه اوكي اخروها شوي اخروها بين ما نبدل. يلا حبيبي مع السلامة. اعزائي المشاهدين رمضان كريم عليكم، يتقبل طاعاتكم وصيامكم وبالعافية اللي اكل تشريبة ونومة بصرة وكبة. اليوم ضيف حلقتنا لهذا اليوم تمتاز بالكبة، تحب الكبة واذا سوت كبة موصلية موضوع، اللي هي الفنانة ام عيون الخضر اللطيفة الجميلة الحبوبة الرائعة سمر محمد. فنانتنا العزيزة قلنا لها عندنا عمل بالبصرة، قالت حارة، قلنا لها يلا رزق وجبناها بهاي الطريقة. فنانتنا العزيزة اليوم برنامج مقلب وليمة سمر محمد، وتعالي يا سمر محمد. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شلون احوالك ابو استبراق؟ شلونك عيني؟ مرحبا مدام، شلونك عيني؟ ست سمر، ست سمر هلا هلا مرحبا هلا بيك هلا وست شلونك؟ تفضل. لا 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 مو ابو احمد، لا هلا مرحبا زارتنا النور والبركه. انا اسف ما قلت لك انه احنا دعوه عندنا اليوم. ضيوف؟ اي عندنا ضيوف اليوم. هلا بيك، اهلا وسهلا. يا الله بس احنا مو عندنا ويا بعض. اي 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 الله بخير حبيبي. الله بخير والعافية. شلونكم عيني؟ طبعا صديقي ابو استبراق رجل اعمال وزوجته. يا اهلا وسهلا. البارحة كنت يمهم بالبيت وذكرناك لانه اليوم احنا
عندنا موعد انا وياه. يا اهلا وسهلا. وشال قدر انه ابو احمد هم خابرنا. اي. فقلت له ان شاء الله اليوم احنا على هالوليمه هذه هم الست سمر ويانا. يا الله. ومنتظرين هذا الرجل من البصره يجينا ان شاء الله خير وبركه. احنا البارحه صرينا على استاذ حافظ انه انت تجين، كلش حابه اشوفك الصراحه. الله يخليك. الله يسلمك. شكرا حبيبي. شكرا من قلبي. شكرا. دارتنا النور والبركه والله. شكرا. 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 اشكرك تسلم. حافظ. خلي يجيبوا لنا عصائر هسه موي وبعدين من هذا. هو مو وقت اكل، انا جايه يعني مخلى ببالي. العفو واسفه. اخذ النص وارجع للبيت. اي لا لا اوكي ماكو مشكله. بس تفضل. مش مستعجل زين. ما تحبين تقعدين معنا؟ لا لا بالعكس، بس تعرف يعني البيت ومسؤوليه هاي. لا يعني شنو انت ما تحبين تشوفين احد من الوسط الفني؟ انا اطلبهم فلوس. فلوس؟ اي اذا البارحه ما انطيتهم اياها. لا اليوم جبناهن ويانا موجودات. شو اسمه؟ هلا حبيبي. هلا 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 وبيك. الله يخليك. ترى ما يشكل ساعه احنا شيخ وشيخ. يا هذا جمهورنا ذولا حبيبي. جمهورنا ذولا. ما تراهم يعني كل ساعه احنا. شكرا. هلا هلا حبيبي. هلا هلا هلا. عيني. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شوف زين. لاني اربع دفاتر مو؟ اي اي خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. الله الله على ما شاء الله. وهاي الشغله الوصيتك عليها ثانيه اهم نفسي ان شاء الله. تعرفين ستي النظام البيروقراطي اليوم احنا بالبلد صعب كلش، وانا اشتغلت بهاي الشركه تسهيل امور يعني. فانتم مرات ما اوقف اوقف فيها شركات تسهيل. شركه وانا احنا تجار. تقول رجل اعمال مو اني. قال رجل اعمال. قال رجل اعمال بس انا مستغربه يعني هذا مبلغ كلش كبير. لا مو اني. ان شاء الله يوم ليله جيت. شكرا حبيبي. تعاونين ويانا يابا. اليوم الخير وافر. وهاي ورقه هاي شكت. اوف اوف اوف. يلا فدوا فدوا. هاك حبيبه. هاك قلبك. هاي دفعت بلا دفعت بلا توزع وراها. شو تسوي؟ لا ما شاء الله فلوسها. الخير من يجي انت تدرين بيها ستي. ست سمر الخير من يجي. ايدك مو لك. انا تدرين بيها كريم في الحمد لله وشكر. بس يعني هذه نتيجه جهد وكلفنا روحه. يعني شنو يعني مثلا تشتغل وياهم مقاوله؟ مقاوله يعني عشان شغل انا اخلصها لهم. زيادات. اجى ابو احمد. اجى ابو احمد. اجى ابو احمد. اروح اجيب. خليني بس دقيقه اجيب ابو احمد واجي ثاني. يلا مره صرتوا عين. لا لا عين ستنا العزيزه. احنا هم نريد الوقت يفوت علينا. احنا شو جريت حاصله؟ شنو السالفه؟ لا هيك لا العفو. اسفه. العفو. تفضل. شنو شغلنا ما عجبك؟ لا وانا ما فهمت شنو شغلكم حتى عجبني وما عجبني. البارحه منك اشتغلنا بس. شفت الفلوس لو تردين مثلا. لا 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 مو مساله اريد مثلهن او هذه. اذا تردين مثلهن احنا حاضرين تشتغلين ويانا. احنا اصرينا انت تجين على مود انت وجه معروف وفنانه. وش تشتغلون اصلا حتى انا يعني اشتغل وياكم؟ انا وزوجتي تجاره عامه يعني كل شيء نستورد شغلات ومرات تصير عندنا مزايق. اطلع لك سموره. سمر محمد. ما تعيني عليك سمر محمد. جاي على فيلم والفيلم تصويره بالبصره وتقول حار. هو بالحقيقه لا فيلم ولا وليمه. حظك. شو تسوي سموره؟ تحمليني فنانة كبيرة حطك على راسي والله. تحمليني سمر محمد. وقعت 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 وقعت. روح روح. يعني لا لا مو احسن من التمثيل. لا لا ارجوك. يعني ما اسمح لك يعني تقول احسن من التمثيل. رشوة. شنو رشوة؟ شنو رشوة؟ انت سكرتي. التمثيل التمثيل باوع. اذا انتم ما تعرفون. اذا انتم ما تعرفون التمثيل شيء مقدس. بس ترى هي مو رشوة. يعني لا 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 انت سكرتي. لا انا من اخذ حق غيري. ليش حق غيرك؟ لا لا حق غيرك. لا لا انت راح تسوي لنا شغله وتاخذ. اي راح اسوي لك شغله بس انت اهلا للشغله. انت هسه كبرتي بعد التمثيل ما يفيدك وما قاموا يطلبوك. لا حتى لو شغل بس اكو مبادئ. بعد فنان الفنان عنده مبدا. الفنان عنده مبدا. لا حبيبتي لا الفنان اذا اشتغلت اصلا اصلا تعرفون انتم في بعض يعني احنا قبل حتى قبل احنا ستي طبق سيارته بس راح يجي ان شاء الله. احنا قبل يعني. من ندخل الخشبة المسرح إيه؟ ننزع الاحذيه مالتنا لان يعتبروها خشبه مقدسه. انت لا تحكي انا ما كنت اتصور. ما كنت اتصور انا استاذ حافظ هسه عوف خشبه المسرح. المسرح اسمح لي اسمح لي ايش يعطيك المسرح؟ ينطيني انسانيتي. انا اعطيك دفاتر. شو اسوي بيها اذا تقلل من احترامي النفسي؟ اذا تقلل من احترامي النفسي
تعيشين بيها عمرك كله. واخذ حق غيري. مو حق غيرك، مش حق غيرك. ايش كنت تشتغل؟ انا انصدمت. مو حق غيرك. ما بيها شيء يعني شقاب الاستاذ حافظ احسن مني؟ شتي هم راح لا حبيبتي لا لا احسن مني ولا احسن منه، بس اني اجي اخذ رشوه على مود امشي معاملات بالخطوط. لا 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 ما اسمح لكم ايضا، ما اسمح لكم اذا تستفزوها وتقولي لها انت لا عادي حافظ. لا ارجوك ارجوك. لا لا شو انت تعصبتي وقمتي صايحين على شنو؟ ماكو داعي. انا هذا ماكو داعي. انا هذا مبدئي. ما اسمح لاي واحد ثاني. انا هذا مبدئي. افتهمتي لو لا؟ بس صحيح احنا قاعدين بمكان، احنا قاعدين بمكان. صوتك اللي على قبلي. احنا حراميين. امشي صوتك اللي على قبلي. امشي نطلع نطلع نطلع. انت ما تعرف من مصلحتك شوي. يلا 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 بلا انت ما تعرفين مصلحتك. تجاوز الفنانه هاي الكبيره اولا سمر محمد هاي تاج راسك بالكامل من ورا العبايه ومن جوا العبايه قاعد برا شوي. يلا يلا مرجعنا لا تتجاوز عليه. يلا المسرح المسرح هوايه احسن من هوايه ناس. زين عالم تفين. يلا عني يلا يلا ما اسمح لك. شنو هاي الناس هذه؟ ما ادري انت ما سمر محمد هاي تعرف شنو سمر محمد؟ ملبسش هالقد ذهب بفلوس الحرام. يا الله بس حافظ يعني انت تخليني هيك موقف؟ يا ستي انا اخذ رشوه بشربك. انا اخذ رشوه. لا هذا شنو؟ هاي رشوه اربع دفاتر. حافظ دفاتر ستي حافظ اربع دفاتر. اربع دفاتر ليش تطوك اياها على مود وقعت؟ لا تعال اقول لك انا انا اسمح لي اسمح لي حافظ اسمح لي يعني انا اليوم من تقول لي من تقول لي عندي مريض عندي مريض واوديه واوقف وياه وادخله مستشفى مثلا اضرب له سره بيها مجال، بس انا من اروح الوزاره واخذ توقيع على اخذ كم فلس يا بس تعتبر يما ما حاسس تحبني بالعافيه عليك. صارت جريمه يا معدل يما. خلينا نشوف الفيلم هذا اللي فيه شلون راح يشتغل وياك. شلون راح يشتغل وياك بالبصره؟ من مال الحرام الرشوه جابها وعلى ميز الطعام الهبه خلاها ومن طاجت فر الهبه صارت لها مصيبه. ومن طاجت فر الهبه ضيف صارت لها مصيبة. الكينا انحط بريبة. الكينا انحط بريبة. قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد ما مقلب هذا يا بعد ما يوم جريبة جي 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 ايش ضايجة وليدك على الخن؟ ايه شلون ما اضوج؟ كل صديقاتي عندهم منظفات الفتون من معمل الحورة، اي بس اني. سهلة سهلة وروح وسهلة، راح اجيب لك ساهل فتون وديتول الفتون او عطر الفتون. ولا تنسى عباية الفتون وقاصر الفتون وجل الفتون. بعديد الفتون بس لا تنهوصين. هاي انواع الفتون لا تنعوص بعد اليوم. اشكرك حبيبي، هو هذا الانتاج الصحيح للعائله العراقيه. بعديد الفتون. شاقه قل الشاقه قل الشاقه يا بعد ما مقلب هذا يا بعد ما يوم جريفه جي 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 جي. سموره ضعفت الحجر ترد سموره ولا سألت في سموره تقل لي رشوه فحالك يا فيك. روح له روح له روح له روح 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 سمر محمد اكثر روح روح شرب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اهلا وسهلا. هلا وين بيك؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. هلا وين الجنطه اللي تبلا زحمه؟ لا والله الاستاذ حافظ هسه راح يشوف اكو ولد متفقين وياه على مود فيلم حافظ العيبي وهسه راح يشوف الولد ويرجع لي. طيب ممكن تفتحي لي اياها بلا زحمه ليش؟ والله ما اعرف شلون افتحها. من بينه منا فتحت. اوكي الفلوس؟ اي ما ادري هاي هو جماعه اصدقاء جابوا لي اياها. اوكي نعم. يا الله
العفو انت اسمح لي، منو حضرتك؟ انا حارس فندق. يا اهلا وسهلا. ست بس هاي امانه خلاها يمي. شوف لي هاي. اي ما ان شاء الله ما بيها شيء الامانه. مزور ست هذه الفلوس مزور. وشنو يعني؟ يعني هو اكو كان هنا رجال، بس اسمح لي، كان اكو رجال هنا هو وزوجته وانطوه الحافظ هاي الجنطه، يعني هي بالاصل مال هذول الجماعه انطوها الحافظ. حافظ وين؟ حافظ اكو ولد متفقين وياه بده يجيب لنا نص. ماشي اوكي، اطلع لي شوف لي اياه عمم لي النداع الكل. كلام حافظ العيب. استاذ فلوس مزوره. والله يا ابني ما ادري اني. هو على الطاوله مال ترى يعني شو علي؟ يعني يعني اساسا من دخلت الفندق شافني شخص كان بالباب رحب بي وشافني انا استاذ حافظ دخلنا، وانا جيت على اساس انه اكو فيلم دا استلم نص مالتي. هل من شيء؟ لا 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 بشر شيخ مستوى لطيف سمور خومات هذا انا شفتوها جاس جاس. لا شوف سمر محمد يعني في وقت بالقاضي بالقاضي سمر محمد شافت الاربع دفاتر قال لي منين لك تشتغل برا شكون؟ سعيد زبدي علي روح قل لها حافظ ما لقيته فص ملح وذاب. ما شفته؟ ولا شفت حافظ ولا اعرفه اصلا. قل لها فص ملح وذاب. زين فص ملح وذاب فص ملح ذاب ذاب فص ملح فص ملح وذاب. يلا سمر محمد رمضان كريم عليك تحملينا. في العلاقة عيني ست ما موجود خابري علي بلده هو أنا رح أخابر علي يعني خليت ببالي أخابر علي. حافظ يا حافظ يا حافظ وأنا هسه قبل شوية اتصل بي والله يا ابني ما أدري أنا همين بقيت محتارة وأنا أساسا قلبي يوجعني دورة قلبي قام يرجعني بالزايد. ما ادري جاوب. تفضلوا يا حسين. بلا زحمه بعيني تدلل حرامي لا تصير السلطان لا تصير. اها بعيني في دول قلبك. اخ يا يما لا شيلها انت بلكي حافظ. صارت لا مصيبة الفينا انحط بريبة الفينا انحط بريبة قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد ما مقلب هذا يا بعد ما يوم جربي في جي 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 معمل الحوراء لصناعة المنظفات والمعقمات مواد تنظيف وتعقيم بمواصفات حديثة خطوط إنتاجية حديثة لإنتاج أفضل وجودة عالية منتجاتنا حديثة وبمقاييس عالمية نحن نقدم الأفضل والأحدث معمل الحوراء لصناعة المنظفات والمعقمات العراق بغداد قل الشاقة يا بعد ما مقلب هذا يا بعد ما يوم جربي في جي 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 أرجوك لا تقول جنب طيب أي ما أسمح ألو هلا سمر شلون شين شلون حالك؟ حاضر أنا صار لي هسه دارد أخابرك همين صار لي ساعة أدور عليك وتليفونك ماكو عودة سمر الولد إجى رحت لك للمكان مال المطعم لا أنت ولا أي. ولا الفلوس
اقول لك عيني تعال خذ هالفلوسك تعال. هو اخذها وين انت؟ انت وين وين سمر وين؟ تعال تعال هسه هسه راح اطلع على دار الشباب اقول لهم يروحون يجيبون. انت وين سمر؟ انت وين حافظ؟ انت وين سمر؟ احنا اخوه واصدقاء واعرفك من زمان وتعرفيني من زمان، فدوى اروح لك ذني الفلوس ترى يعني ذني مثل ما يقول شقى عمري يعني حرام عليك حبيبي. اذا استطمعت بيه سمر انا ادري بك انت مو طماعه بس يعني فدوى اروح. انا ام زهراء حافظ عيب عليك ادري على راسي انت بس مو هيك يا عيني هسه حبيبي. اوكي انت وين؟ انت وين؟ انا هسه جايتك. انت وين؟ انا بالفندق رحت لك للمطعم ماكو. انت وين بالفندق؟ وين وين انت بالفندق؟ وين فوق السطح غير بالمطعم؟ ما خلينا مكان بالمطعم. المطعم اقول لك ستي. اوكي ستي عيني حافظ ستي انا رايح لك للبيت. رايح لك للبيت في لا لا حبيبي انا بعدي بالفندق. بالفندق امي هسه جايتك للمطعم. بس انتظر دقيقتين انتظر دقيقتين. على كيفك وقف. اقول لك على كيفك. حافظ بالمطعم. على كيفك. وخلي اولا تحكين على الفنانين. الفنانين هواي احسن منكم. افتهمت ولا لا؟ اول شيء بس هاي الفلوس يا هاي الفلوس انا طيش. بس قولي هاي الفلوس مال حافظ العنبي. حافظ العنبي لا حبيبي انا قلت لهم احنا ما نطيش. وخلي وخلي لا طبوني بس ما اطلع. حافظ يطلع. لا حبيبي ابو بيتي روح. خايفه شنو خايفه؟ انا ما خايف بس اللي خلقني. وخلي 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 سمر هذا كله عبارة عن مقلب وليمة. شنو مقلب هذا سمر؟ لا زمورة والله لا يا حبيبي لا زمورة زمورة الله يعزيه عليها. حافظ تعرف عندي قلب حافظ ليش شيء؟ يلا حبيبي لا عافية لا لا والله انا يعني صح السلام عليك. صح السلام عليك. صح السلام عليك. صح السلام عليك. صح السلام عليك ان شاء الله. صح السلام. صح السلام عليك ام زهراء. هسه بينتوا خوف الله عليكم. بس الرجال ينتظرنا ابو احمد ابو الفيلم. انا على ابو احمد طبعا ماكو حتى فيلم ماكو. والله قرت عيني. اي والله ابو البصره او حاره تدري منو خابرك؟ ها شكرا وياك. مرحبا شلونك ام زهراء؟ هي يلا غيراني العب بيش لعب والله. ها ضاع علي سموره سموره الكبه اللي كلتها ببيتك والخبز اللي سويت لنا اياه هذا اللي سويت لي والله ذني لا حبيبتي. صح السلام عليك ان شاء الله. طبعا اعزائي المشاهدين سمره محمد واحدة من أعلام المسرح والسينما والإدراما العراقية وتاج على رأسي حبيب قلبي ستي وعزيزتنا وأختنا وواحدة من قلت لكم من الأعلام وذولي ذولي 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 كلهم ممثلين فخلينا نتقرب شوية ستي. أكرهتهم؟ لا ما تكرهين لا ما تكرهين. أعطيني المايك. شو تريدي تقولين قبل أن ننهي حلقتنا يا ستي العزيزة؟ والله أنا يعني هسه حاليا ما دا افكر بشيء معين لان بعدني بالعصبيه مال يعني اللي صار بيا يعني ترى هي مو سهله حافظ. لا 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 مو سهله مو سهله. المهم انت تدور وهاي الجنطه وهاي ما ادري شنو. اي نعم. اذا اعزائي المشاهدين نقول رمضان خيرات ومسرات ومحبه عليكم وعلى عوائلكم وكل عام وانتم بالف خير. نقول هذا ما يسمح بوقت البرنامج. نقول لكم الى اللقاء غدا ان شاء الله وحلقه جديده من برنامجكم مقلب وليمه. مقلب وليمه. وين الوليمه؟ بعد امك يمه 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 حافظ يمه بعد امك يمه يمه يا حافظ يمه يا حافظ يمه.
يمه مقلب والي ما يا حافظ يمه مقلب والي ما يا حافظ يمه صارت جريمه يا معدل يمه صارت جريمه يا معدل يمه جيب تضيفك يا حافظ رايد تعزمه تجريب ودجاج طبخيتك تسمع جيب تضيفك يا حافظ رايد تعزمه تجريب ودجاج طبخيتك تسمع ضيفك مقلب سويله ومحتاج الرش وحجينه ضيفك مقلب سويله ومحتاج الرش وحجينه وخلي الحراس تشيله وخلي الحراس تشيله قل الشاقه قل الشاقه قل الشاقه يا بعد امه قل الشاقه يا بعد امه المقلب هذا يا بعد امه صحيح يا صحيح يا بعد امه مقلب مقلب اموتي كل اموتي امون عليك امون عليك هاي اللي بيعنا يا امه هاي القوة هاي يا حافظ يمه اشتردين يمه يا حافظ يمه مقلب وليمة يا حافظ يمه مقلب وليمة يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميز الطعام الهبة خلاها من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميز الطعام الهبة خلاها ومن طاقة فر الهبة صارت لها مصيبة ومن طاقة فر الهبة ضيف صارت لها مصيبة الكينا انحط بريبة الكينا انحط بريبة قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه يمه